يا صباح الخير والعافية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاكروس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاكروس، وصباح الخير على زملائي من داخل الاستديو. أعزائي المشاهدين، فقرة جديدة من فقراتنا اللي عودناكم نقدم لكم بها كل الأشياء الحلوة والمهمة. فقرتنا لهذا اليوم راح نتحدث بها عن زيادة ظاهرة التباهي وحب المظاهر في المجتمع العراقي. خلينا أنا وياكم نسأل أهلنا وناسنا ونتعرف على إجاباتهم، ابقوا ويانا. هي حالة اجتماعية في بعض الأحيان تجي من الذهول الاقتصادي بالمجتمع. فقبل بالخمسينات بالستينات كان الإنسان يفتخر بالشاعر والأديب والمتكلم واللي عنده خلفيات دينية ومعروف إيش. أما اليوم صار المجتمع مفتوح بعض المجتمعات الأوروبية، فلذلك يشوف الإنسان أصبح يتفاخر بالسيارات، يتفاخر بالبنيان، يتفاخر بكذا. فيشوف مرة عن مرة، مرة تقول إنه هذا البيت صار أضخم من بيتي، فيجب إنه نرتب بيه أكثر من اللازم. ليش؟ لأن هي سنة الحياة صارت هيجي. ظهور السوشيال ميديا واحدة من الأسباب اللي خلت العالم إنه تتجه للمظاهر والفخفخة والنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أولا تجيب مشاهدات، تجيب تفاعل، وبنفس الوقت يحس نفسه أنه هو فتشي عقدة. أغلب الناس عندها هذه عقدة النقص اللي حاول يسدها من خلال نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي ويتباهى بالأشياء اللي عنده. وأغلب الأشياء اللي هي ما يمتلكها أصلا، يعني هي إما مملوكها الأهل أو الأصدقاء، ولكن هو يحب يتباهى بها. والله الظاهرة مؤخرا الصراحة انتشرت، سواء كانت بالواقع أو بالتواصل الاجتماعي. يعني العالم قامت تنشر كل شيء، يعني ما خصوصية ماكو. سأل اللي اشترى تليفون حديث، اللي اشترى السيارة، حتى صار الفقير يتداين على مود يشتري هدوم أو سيارة أو شيء على مود يتفاخر ويشوفون. طبعا أول شغلة حب المظاهر أو التباهي فهو يكون إلى أسبابه. يعني أنا اليوم إذا كنت متباهي بنفسي فأكيد أكون إنجازات، أكون نجاح على مستوى عمل، أكو فد مشروع أنا ممكن أقدمت عليه ونال إعجاب الناس. لذلك التباهي اللي ربما يكون على مستوى متواضع، راح تقول لي شلون أنا أتباهى فيما يخص نجاحي، لكن ما أنا أوصل إلى مرحلة أن أكون أنا كبرياء عندي أو يصير عندي تعالي على الآخرين أو أشوف الناس بعين صغيرة. لذلك راح يدخلنا في محور ثاني اللي هو يكون عدم التواضع أو التكبر على الآخرين. لذلك التباهي إذا كان منضوي تحت التواضع والإيمان بنجاح شخص بذاته لربما يكون من الناحية الإيجابية. مهما كان يعيش على البساطة، يعيش قناعة، أحسنت. ومن جانب آخر نقول لازم الإنسان، إحنا بعض العوائل قاعدة خصوصاً هسه موسم المدارس والكل قاعد تنشر على المدارس وعلى الملابس، إحنا عندنا أيتام، عندنا عوائل متعففين، فننظر لهم من باب العطف، نحترم وضعهم بأنه ما عندهم، الراعي شعورهم بأنه إحنا يعني هسه إحنا عندنا عائلة خطية، إحنا بيناتنا جمعنا لهم ودزينا لهم، فرحة فرحة عظيمة. إحنا في مجتمع واحد، يعني هسه يعني تلاحظ في جميع المحافظات كل بيت، يعني ما اعتقد نادرا ما يكون بيت ما بي سياره. هسه اللي يصعد له سياره ما يتحاشى، اللي يشتري له قطعه ارض ما يتحاشى. ف يعني البساطه حلوه، واحنا كل احنا ولد ادم وحواء، فدائما تكون ملتقانه بالشباب، يعني كاعلاميين، يعني كاعلاميه من نلتقي بشيء نوعيهم على هذا الشيء. التكبر مو حلو، المظاهر ترى تزول بأي وقت، يعني ماكو حال يبقى على حاله. فإن شاء الله يعني اليوم البساطة حلوة، طبعا حلوة، كلش حلوة، قناعة أصلا كلش حلوة، يعني شوف الراحة النفسية. يعني أكو أعرف ناس أصدقاء يعني مرات ما يطلعون، يعني شخصيات يعني ما أقول لك، ما يطلعون بسياراتهم، ما يطلعون فخفخة، يطلع بدش داشة يقول والله أصير حالي حال الناس.